حقك تركب ظهر الخيل يا ابو الابطال. بس لسه كل شيء باوان. ايوه كل شيء باوان، وده اوانه بقى عشان افهم. تعالى يا ابو الابطال قول لامك عايزه تفهمي ايه يا امه. اول هام حكايه الشمه اللي ظهرت لابني على غفله، ومن قبلها ومن بعدها حكايه الطير الابيض اللي ما رضيتش تقولي عنها اي حاجه، ولا عرفت اخد معاك فيها لا حق ولا باطل. انما ابني يرجع لي في ودنه حلقه ذهب، لا دي مش هسيبها غير لما تفهمني ايه حكايتها بالظبط، وايه فصلها وايه اصلها. يهمك ابنك يا فاطمه ولا عاوزه تسالي اسئله كتير ملهاش لازمه؟ اسئله لا بتقدم ولا بتاخر. يهمني ابني طبعا. يبقى تعملي اللي هقول لك عليه من غير اسئله كتير. ابنك في عيون مترصداه من قبل لحظة ميلاده، عيون نوياله على الأذية والشر، والحلقة اللي في ودنه دي هي حرز معمول على اسم الله الحفيظ علشان يحفظه ويحميه. ومين اللي عمله الحرز ده؟ ومترصدين له ليه؟ يكونش حد من اللهم حفظنا الجن؟ وقلنا بلاش أسئلة كده، مش هينفع. أنا هقوم أمشي. لا خلاص خليك، أنا مش هتكلم لحد ما أنت تخلص كلامك خالص، بس والنبي رسيني وفهمني إيه اللي بيحصل بالظبط. طول ما الحلقة دي في ودن ابنك هو في أمان بإذن الله. وهي الحلقة دي هتفضل في ودنه طول العمر؟ لا شوية كده لحد ما يكبر ويشد حيله، وساعتها أنا بنفسي اللي هبدلها له، هحط له حجاب يعلقه في صدره. واحذري احذري من هنا لحد ما يكبر أي حد يلمس الحلقة دي أو يمسها وهو بيلعبه، خصوصاً سالم. والتحذير الأهم يا فاطمة إنك لا تاخدي ولا تدي في الكلام اللي قلناه دلوقتي مع أي حد، ولو ده حصل ساعتها لا هيبقى فيه طير أبيض يحمي ابنك، ولا هيبقى فيه عبدالله الحطاب من أساسه، ويبقى أنت اللي رميتي ابنك في الهلاك بإيديك. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.